شكرا سيد الرئيس. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. السادة النواب، السادة الحكومة، نختار ننبه أن أمة لها تاريخ، تاريخها ما هو بعد من أمس، تمتد جذور هذا التاريخ، تمتد جذور هذا التاريخ الإيجابي إلى بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. وصحيح أن تشكلنا كجمهورية جديدة ينبغي أن تحافظ على قيمها وثوابتها، يغني أن من أمة محمد صلى الله عليه وسلم ينبغي أن نسأل أولا ما موقف محمد صلى الله عليه وسلم ممثلا في الإسلام من الراية والعلم. نتكلم الآن عن الراية اللي بدأ بها زميلي من الموالاة، حين اقتصر عليها اللي لا يخلي الأمور لخلال بقية النواب جميعا. الأحاديث الصحيحة الكثيرة تتحدث عن الراية، عن اللواء في الحرب وفي غير الحرب. وكما قال العلماء الأحاديث جاءت به لسببين: واحدة تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم، واحدة ثانية هذه نرجع لها، الثانية هي وحدة الأمة، وحدة الكيان، كما يقول ابن حجر العسقلاني في الفتح، وهو ما شاء الله العلماء وخبراء في المجال. كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يقاتل أو يرسل القتال إلا تحت راية أو لواء، ولذا حرص عليها الصحابة رضي الله عنهم أشد الحرص. ففي حديث أنس رضي الله عنه أخذ الراية زيد بن حارثة فأصيب، حديث الذي ذكر البخاري، النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة مؤتة لما وقعت المعركة وهو غير يعني هو في المدينة المنورة أخبرهم بما وقع، فقال لهم أخذ الراية زيد فأصيب، أخذ الراية زيد بن حارثة فأصيب، مما أخذها جعفر أصيب، مما أخذها ابن رواحة. وجاء أن السر، قال العلماء أن السر في إحداث اللواء هو أنه إذا اجتمع قوم تحت راية واحدة جعل بينهم كان بينهم الاتحاد، بمعنى أن هذا اللواء يكون علامة على اجتماع كلمتهم ودلالة على اتحاد قلوبهم، فيكونوا جسدا واحدا يؤلف بعضهم بعضا ويشد ائتلافهم أشد من ائتلاف ذوي الأرحام. وإذا دخلوا في معركة القتال لا ييأسون من الظفر ما دام لواءهم منشورا، بل تقوى همتهم ويشد عزمهم. فإذا سقط لواءهم أخذوا من جانب العدو وباتوا موضعا للخوف والرهبة، فيهزم بعضهم ويتبدد البعض الآخر. وأعرف دور اللواء الراية ما هو إلا في الدنيا كما قال العلماء، موجود في الآخرة. في حديث الترمذي يقول صلى الله عليه وسلم: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر، وبيدي لواء الحمد ولا فخر. وفي الحديث: لكل غادر لواء يوم القيامة. وأرجو أن نعسوا من هذا الوعيد، لكل غادر لواء يوم القيامة. إذن لا نقول هون أن تغيير العلم بدون توافق عام موجود مبرر في اتحاد جمهوريات أو أكثر يفتح ثقبا في جدار الوحدة الوطنية، ولا ينبغي أن يكون مساك الوحدة الوطنية إلا خطا أحمر. فهذا البلد متعدد الأعراق والجهات والرموز، فلا ينبغي أن نعطي مبرر في اللحظة التاريخية مأخوذين بالحماس الشديد للاستجابة للحكومة، نعطي مبرر مستقبلا العبثي بهذه الثوابت ومنها العلم. أنا من الساحل بدون رمز ناقة زين عندي،
وقدوا إلى الثلاثة عندهم بقرة قرونها ما مطوال ويكلوا راهم عندهم بقرة قرونها طوال وهكذا يعني. ولا في حد ما عنده علاقة بعض الحيوانات إما تمجيدا وإما يتغسل به. إذا الشعارات كثيرة وإحنا إلينا فتح الباب لمجتمع هش مكون من أعراق وإثنيات نعود في الحقيقة قمنا بعمل يمس الخط الأحمر وهو الوحدة الوطنية. نرجع للتأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم. حديث أنس أخذ الراية ذا قوال كما قال صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم نعى زيدا وجعفر بن رواحة للناس قبل أن يأتيهم خبرهم، فقال أخذ الراية زيد فأصيب، ثم أخذ جعفر فأصيب، ثم أخذ ابن رواحة فأصيب، وعيناه تذرفان حتى أخذ سيف من سيوف الله تعالى حتى فتح الله عليه وهو خالد. أختار نقول للعمار الفوتي إحنا لعادنا لا بد أن نغيره من أجل تمجيد المقاومة. أول مقاومة لا توجد، ما في مقاومة اللي خلق قالوا الجهاد ضد النصارى وضد الوثنيين. عمر الفوتي وابنه أحمد ماتوا استشهادا في سبيل الله وإعلانا لكلمة الله تعالى، وكذلك سيدي الملازم، وكذلك بكار السويد أحمد والشيخ أحمد العيد والشيخ أحمد العنين وغيرهم من 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 المجاهدين. وتاريخنا طويل في هذا حتى نصل إلى شهداء الدولة المرابطية الذين استشهدوا في سبيل الله تعالى. وإعلاء كلمة الله تعالى مهم، والشعار زين لعدنا بدنا نغيره، ديروا الله أكبر في العالم، المجد كلمة الله هي العليا، نديروا شعار يقر في الشهداء وينمينا إلى أمتنا وإلى اللي داحوا تحت رايته. وما داحوا تحت راية المقاومة، المقاومة خلقت فرنسا في أوروبا، خلقت فرنسا من احتلت ألمانيا، غير ما خلقت هونشين قال المقاومة، خلقت جهاد ضد النصارى. سموا الأسماء الأشياء بأسمائها ومجدوها وديروا رموزها، غير ديروا رموزها الشرعية اللي تقرف الشهيد واللي تخلينا حريصين على حماية أمتنا وثوابتنا وديننا. وماتوا في سبيل الله، لم يموتوا في سبيل أرض اللي قاعد احنا إمارات الساعة. وكيف قال زميلي من الأغلبية ما نعرف الدولة المركزية، وإن كنا نعرف زمن المرابطة معناه أن الحوزة الترابية مفهوم جديد صح، عدلناه فترة وحزن التراب اللي لحقنا من الرعش وبنيناها. إذا الحوزة الترابية قضية على كل حال لها تاريخ ولها أبعاد أخرى. إذا الذي يريده الشهداء هو التذكير بأنهم ماتوا في سبيل الله تعالى على هذه الأرض دفاعا عن دين هذا البلد وعن ثوابته وعن قيمه الدينية. إذا إحنا إذا كنا متأسفين بالنبي صلى الله عليه وسلم علينا أن نبقي العالم كما كان، إياك ما نفتح الجدار الوحدة الوطنية لمن هب ودب غدا ليغير العالم ويغير الثوابت. يقول أنا فرماني بغيره للشمال، ما نغير وانا من الجنوب، فبغيره البيران، ما نغير وانا لماني بيران. إذا نفتحوا مجال حقيقة خطير في لحظة تحمس وغفلة، وبالتالي وضع من مجدين الشهادة في سبيل الله تعالى بطريق العدل العدل صدام من عدل ما جنصار دار الله أكبر. إذن هكذا سيد الرئيس أريد أن أوضح. وعلى كل حال ثلاثة الذين استشهدوا في مؤتة من مجاهر الطيار أخذ الراية بيمينه فقطعت، فأخذها بيساره فقطعت، أخذها بعضديه حتى قطع وهو شد المتكلم الموالاة. وبالتالي ينبغي أن نحرص على أن تكون راية لا إله إلا الله محمد رسول الله وراية الشهداء. إذا عدنا لا بد أن نغير، ولا يلا نغير ما هو ضد توافق سياسي ووطني كامل. إياك ما نفتحوا جدار ثقب في جدار الوحدة الوطنية أيها السادة. شكرا سيد الرئيس، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.